السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأحيان لازم تطلع وتجابه الظروف بنفسك. بعض المشاكل اللي حنا ما نجابها ونهرب منها تسبب لنا مشاكل أكبر من المشكلة الحقيقية. اسمعوا القصة اللي بقولها لكم وراح تفهمون المعنى اللي أنا أقصده. القصة دي أظنها حدثت في بلجيكا إذا أنا ماني بغلطان، قبل فترة كتب عنها في الجرائد. تقول القصة إن فيه رجل في قرية عايش مبسوط ومستانس مع زوجته وعياله، وليلة من الليالي سمع صوت جوا بيته وطلع ولقى ثلاثة شباب خذ البندق وقتلهم كلهم. جت الشرطة وشافوا وخذوا الجثث وبدوا في التحقيق، لكن بعد فترة تغيرت الأمور. هم أصلا لصوص مقتحمين بيته، حرامية داخلين يبون يسرقونه، الرجال قتلهم دفاعا عن بيته وعن نفسه. لكن ضابط التحقيق ويناظر القضية ويتابع مجريات الأمور قال أني أشك أنا إن الرجال متعمد، وقال أشك إن عزمهم وقاموا قتلهم وقال إنهم لصوص داخلين عندي. هذا الموضوع انتشر بسرعة في القرية ووصلها العلم بأن الضابط شاك فيه. لما الموضوع انتشر بقوة وبسرعة في القرية قام الرجال وراح لزوجته قال انت تعرفين قصتنا وش تبيني اسوي؟ قالت انت وش تشوف؟ قال والله اشوف اني اهرب. قالت وانا ايضا معك اهرب منهم احسن. قال لكن والله بيتي وعيالي غالين علي، لكن بعلمك بشيء. قالت نعم. قال انا بنزل في الحفرة اللي تحت عندنا في البيت. البيت هذا كان فيه حفرة موجودة زي ما تقول خزان سري ما حد يعرفه، قام ونزل فيه. وقالت زوجته لعياله بأنه أبوكم هرب، وقامت تعطيه أكل ما بين وقت وآخر وهو جوا في الحفرة. لكن زوجته ما قدرت تحمل الوضع وهالأمور وهاللخبطة ذي، فانهارت نفسيتها وماتت. فاضطر الرجال إنه إذا جاء آخر الليل يطلع من الحفرة ويدور في الحارة وياخذ متيسر من الزبالة ويأكله. العجيب في الأمر إنه استمر على الحالة ذي 37 سنة ما حد يدري عنه، لكن صحته تدهورت مع كبر سنه وصار ما يتحمل هالحفرة هذه وجاه ربو وصار يكح. وقاموا وبلغوا الشرطة وجت الشرطة وألقت القبض عليه ومسكوه. يوم جو ومسكوه وبدأوا يحققوا معه، من أنت؟ قال أنا فلان. وش فلان؟ قال فلان. يا الله تذكروه وعلمهم بالقصة كاملة، وقال هذا اللي حصل واضطريتني أهرب خوفا من الإعدام. قالوا له بعد أقل من شهر طلعت أنت بريء ومالك علاقة بالموضوع، وهذولا فعلا كانوا حرامية وداخلين بيتك. قالوا أيضا جت أمهم وجاءوا أخوهم وشهدوا عليهم وقالوا هذولا قتلة كانوا ناويين يقتلونك أنت. وقالوا له أنت بريء 37 سنة وأنت في الحفرة وما تدري عن براءتك. تخيلوا لو إنه جاب هالقضية وصبر شوي كان ما جلس في الحفرة 37 سنة. في حياتك بعض الأمور تبغى تصبر تجابها شوي، لا تستعجل تنزل الحفرة مثل الرجال ذا. ترى كثير من الناس يا ما نزلوا مثل الحفرة ذي وهم ما يدرون ضاع من عمرهم كثير. والنزول في الحفر عادة أكثر ما يكون ترى نزول معنوي وليس حقيقي. ترى الناس ما يهمهم براءتك ولا يهمهم ذنبك، الحكي أهم عندهم من أي شيء. فإياك إياك أن تجابه الكلام بالنزول في الحفر. مع السلامة. مع السلامة. باي.